أهلا بكم من جديد. وقع بنك البحرين للتنمية وشركة سيكو لخدمات الصناديق الاستثمارية اتفاقية خاصة بإدارة شركة صندوق الواحة فينشر كابيتال التابع للبنك. وبموجب الاتفاقية ستدير شركة سيكو أحد الصناديق الاستثمارية المتخصصة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو صندوق الواحة فينشر كابيتال الذي أسسه بنك البحرين للتنمية حديثا بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية. ويبلغ رأس مال الصندوق 100 مليون دولار، ويساهم البنك بمبلغ 10 ملايين دولار من رأس المال للصندوق. في خبر آخر، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم أن الجمعية تدعم دخول البنوك البحرينية في مشاريع مسؤولية اجتماعية متكاملة تلبي احتياجات التنمية على مستوى البحرين ككل. ودعا الدكتور القاسم خلال مشاركته في مؤتمر وجائزة المسؤولية المجتمعية للمصارف الإسلامية إلى إطلاق ما يمكن تسميته جهاز خاص للمسؤولية الاجتماعية في مملكة البحرين لتواكب التوجهات الحكومية الرامية إلى حلحلة ملفات توفير فرص العمل والسكن وحماية البيئة وغيرها. كما أكد القاسم على أن تساهم المسؤولية الاجتماعية في التنمية المستدامة وتحسين المستوى التعليمي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي والبيئي والصحي. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم، ونبدأ بالسوق المالية السعودية والتي أغلقت عند مستوى 7109 نقاط بارتفاع بلغت نسبته 0.21%. أما بالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6842 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.13%. ونأتي إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية والتي أغلقت عند مستوى 4561 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.1%. أما بالنسبة لبورصة قطر فقد أغلقت عند مستوى 9308 نقاط بانخفاض بلغت نسبته 1.3%. وكانت الخاسر الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم بعد مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب. ونأتي أخيرا لأداء بورصة البحرين والتي أغلقت عند مستوى 1337 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.23%. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 998 ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 535 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 52 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 40% من القيمة الإجمالية للأسهم.